السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جبت لكم هذا الطرز التونسي أو الطرز الرباطي، كل واحد شنو كيسميه. نوريكم الطريقة كيفاش تخدموا هذا الموديل هذا اللي خدمت. غنشرح لكم كيفاش تخدموه. هادو كيجيو في جلي البيت ولا في القفيطنات. المهم أنا خدمتوه وضبطته بهذا العقيق. هذا العقيق كيبقى اختياري، بغيتو تزيدو له العقيقات بغيتو تخليو غير هكاك راه تيجي مزيون غير هكاك، بلا ما تزيدو له العقيق كيجي زوين. انا المهم زدت هاد العقيق حيت كيعجبني هاد الشكل هذا، هاد اللون هذا كيجي معاه غزال. المهم هذا راه غير ربع ديال الجلابه، وهو اللي من هنايا غادي ندير له الربع الثاني وعاد غادي نجمعوه. درت نص جوزه والثاني ديال الجلابه الربع الثاني غنديرو حتى هو نص بحال الطريقه، وعاد غادي نجمعهم بالرانضه ان شاء الله. مهم تبعوا الشرح وغادي تعرفوا كيفاش تخدموه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. بسم الله نبداو على بركة الله. هذا هو الربع ديال الجلابة، كنخليو 8 سنتيم من هنا، كنخليو 8 سنتيم باش كنحطو الكامبا باش كنبداو. كنلصقو الكامبا بحال هاد الطريقة. 8 سنتيم هي 4.7 تقريبا. كنجيو كنبداو، انا راني بديت هنايا هذا الشيء باش ما يجيش الفيديو طويل، باش نشرح لكم كل حاجه بوحدها. كنبداو اول حاجه كندوزو هاد السلسله هادي، غير بونتي كخوا سهله، بونتي كخوا كديريها كتبقي غادي بها كامله. هذا كنبداو من هنا كنشدو 4 د الخيوط. هيا غادي نجيب لكم هنا باش هادي بحال غادي نبداوها في الاولى ديال الاولى. ها كنبداو 4 د الخيوط كنديرو كنطلعو بخيط بحال الطريقه ورا بينتو هكا. كنديرو الاولى والثانيه حتى هي كنلبسو نضربو في نفس البلاصه كنطلعو بواحد الخيط في نفس البلاصه. ها هي فاش كنكملو 3 واحد جوج 3 كنمشيو كنزيدو بجوج خيوط للجهه الثانيه بحال هاد الطريقه. هي باينه شتيها، كنحسبو جوج خيوط وكندخلو هنايا كنشدو عاود 4 بحال اللي كنزيدو بجوج. هي هاي واحد جوج 3 4 هي 4 الخيوط، وحنا تنقلنا بجوج خيوط وغنرجعو للوسط ديال هادي الوسط. كنخليو جوج خيوط لهاد الجهه وجوج خيوط لهاد الجهه، كنزيدو مع جوج خيوط اللي زدنا من ديك الجهه من لهي هاك. احنا زدنا الضربه عاوتاني كنحسبو 3 في نفس البلاصه كنبقاو نطلعو غير فوق بخيط. ها هي بحال هكا كنخليو هنا خيط صافي بحال هكا كنبقاو غاديين. كنديرو 3 تاع الدقات كننزلو بخيط دائما كنطلعو بخيط باش كيطلع لنا الفوق. فاش كنبغيو نزيدو كنديرو 3 دقات عاد كنزيدو بجوج، كنزيدو لهاد الاتجاه جوج كنطلعو فوق بخيط. بحال هكا هيا عاوتاني بحال غنبداو اللولة بحال هكا كنكملوها. ثلاثة دقات كنزيدو جوج خيوط كنحسبو هنا 7 بحال داك ثلاثة كنحسبوها وحدة. ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 13. أنا هنا دايرة 14 اي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 دايرة 15 15 في دايرة. كنحسبو هنايا ملي كنلقاو 15 واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 لا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 هي هذيك. كيتلفوا في الحساب غادي ندوخكم.
المهم كتجري واحد الخط هنا باش كتعرفي راكي وصلتي، كتجري كتلقاي خارجه قدو نيشان. كنبداو هي هادي، كنجيو كنديرو هنا هاد الورده هادي، كناخدو سبعة الخيوط، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هاهي سبعة الخيوط. كنرجعو لبلاصتنا، كنبقاو نطلعو بواحد الخيط، هاهي بحال هكا باش نديرو هاد الوريضة هادي. هي تما تكون بانت لكم، هي راه باينه. كنحسب 8 د الخيوط باش كندير هاد الورده. خلاص انتي ديري العبار اللي بغيتي، بغيتيها كبيره كديري 8، لو بغيتيها شويه صغيره كديري 7. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هي 8، هي هادي اللي غنزيدو. دائما كنجرو الخيط واش قد قد، ها هي جاتنا قد قد. كنحسبو سبعة ثاني من هاد الجيه، ها هي. كنرجعو كنضربو في ديك الجدر ديال البلاصة، كنزعزح بحال هكا، كنجيو عاوتاني بواحد الخيط. كنرجعو نفس الدقة فين خلينا المرة الأولى، فين خرجنا الخيط ديال كل واحد كيمشي مع نفس العبار بحال هكاك. كنهبطو بخيط دائما، كنزلو هنايا بخيط، هاهو خيط، خلينا خيط تانية، خلينا خيط، كنزيدو هنا لهاد الجهة بواحد الخيط، كيعطينا هاد الشكل هذا. كنبقاو نجرو الخيط باش كيجينا الخدمه متقونه، باش مين نسلو الكامبا ما تبقاش مرخوفه. كنزعزع يمكن هاد التليفون، اسمحوا لي على هاد التصوير هذا، راني كنصور غير بوحدي وكنصور وكنخيط، التليفون كيبقى يتزعزع عليا. شتي هي بقات كاتبه الشكل ديالها. صافي وصلنا لهادي اللي هنا الاخر، كنساليوها. ها هي كيفاش جات، هي هادي صافي. كنصايبو الثانيه كنخرجو لهنا، كنصايبو الثانيه بحال هكاك هادي كنصايبو. دابا انتم فهمتوا هاد الشكل، دابا ندوز نعمر لكم هاد الشكل هذا. هادي ها هي كنراكم فهمتوا، هادي راه فيها 14 على 15. دائما كنوقفو وحده باش كنهبطو لهنا. انا غادي نجي نبدا لكم هادي،
صافي كناخذ هذا اللون الاورنج هذا وكنعمرو كنديرو واحد المربع بحال هكا كنديرو هنايا. ها هو النص ديالو، انا نوريكم الطريقه كيفاش يتخدم، راه ساهل. كتبقاي دائما تهبطي بواحد الخيط، كتزيدي هنا واحد الخيط بحال هكا. هيا عاوتاني غنهبطو بواحد الخيط حتى كنوصلو لهاد السنسلة اللي درنا ببونتيكاوا. كنهبطو بواحد الخيط كنديرو هنايا باش ما تيبقى لنا واحد الخويط واحد، تنضربو حتى هو صافي بحال هكا. كنخرجو هاد الخيط هنا، ملي كنكملو هادي كنقصو لهاد البلاصه باش غنديرو هاد العريش هذا اللي كنطلعو معاه. كناخدو غير 4 ديال الخيوطه، 4 كنبقاو نطلعو بخيط هادي غنطلعو بها نيشان، هادي كتجي سهله. طلعوا غير واحد الخط هكذا، كناخذوا غير 4 الخيوط وكنبقاو نضربوا، كنبقاو نخيطوا تمنى يكون الشرح واضح. راه باين التليفون هنا كل مره كي بحال هكا. هذا راه سهل، طلعوا لي نيشان كنشدو واحد جوج ثلاثة أربعة كنبقاو غاديين. هادو هما الخطوط فاش كنتعلمو المرة الأولى كنبغيو نديرو هاد الطرز التونسي أو النرويجي، هادو هما لي ساهلين. فاش كنشوفو واش كندخلو ونخرجو كنبقاو غاديين مع الخط نيشان، كنشدو الكانفا و كنلصقوها كنديرو بحال هاد الخط كنبقاو غاديين فيه. هو باين كنحسبو شحال من هنايا كنديرو عاود هاد الوريضة بحال لي صايبناها بحال هادي، هي هادي صايبناها هنا بالأورنج صافي. هادي هاهي هاد الشكل، هاد الموديل هذا راه باين هو نفسو هذا اللي وريتكم الشكل كيفاش ديالو كيفاش غادي نخدموه. كنطلعو كنحسبو فين كنوصل حد هنا كنديرو هاد الوريضة بحال هاد الوريضة. باغي غادي نوريكم كيفاش كنعمرو هاد المربع هذا، هاد المربع مع هاد النصوصة ديالو. كنركبو الخيط لون اخر، انا اختاريت هذا اللون صافي. كنبقاو نعمرو كنشدو من كل ضربه من خرجنا وكنهبطو حتى لعند السلسله اللي درنا ديال بونتي كخوا بحال هاد الطريقه كنعمروه هكا بحال هكا. ما كنخليوش شي فراغ كنضربو بالقنت حتى القنت كنعمرو هاد هاد الفراغ كلو. هاكا بحال هاد الشكل
صافي كننتقلوا لهاد هذا المربع كنشدو من القند حتى القند كنعمرو هاد الفراغ اللي عندنا كامل بحال هكا. نحاولوا نزيرو داك الخيط باش منسلو الكنبة ما يجينا شي طالع، يبقى مزيرو مزيان تقون. هيا نقرب لكم باش يبان لك الشكل. كنمشيو للجهة الثانية، صافي بحال هكا كملناها. كنعمرو حتى هذه بحال الطريقه، وانا نكمل هذه وغادي نوريكم الشكل كي جات. الا بغيتي نوريكم هاد الجهه راه كنكبلو بحال هكا، كنهبطو حتى لهنا كنجيو لهاد القنيط. صافي كنكملو هاد الوريضه اللي كملتها، كنهبطو نفس الطريقه باش طلعنا. بغيت نوريكم باش تفهموا هكا ثلاثه دقات باش كنمشيو. كنحسبو بعض الخيوط، كنديرو واحد جوج ثلاثة ديال الضربات، كنحسبو بعض الخيوط وكنعاودو نخرجو هنايا. ها هي باش تشوف واضح هاكا. التونسي هذا ولا النرويجي تقريبا بحال الفاسي، فاش كنا كنديرو دوك الكوزات ديال الفاسي شحال هادي كنخدمو منيت فوق الكانفا اولا على التوب بحالو تقريبا تيتشابو. هي الدقة كتكون شكل اخر كترجعي على بلاصتك، هادي لا. صافي كنكملو حتى كنوصلو ل لهنايا. دابا باش كنديرو هاد الخط اللي من هنا كندخلو في هاد التوب من تحت كندوزو شوية. دابا فاش نهبطو هاد الخط هذا الا بغينا نتراصيو هاد الخط هنا لهنا بحال اللي عندنا هكا كنحسبو، حيت عندنا هنا 15 وحده كنحسبو 7 هي كتعطينا الخيط باش بدينا الخضر 7 و7 14 يعني هذه كنخليو هاد الوسطانيه هي كنحسبوها وحده وكنشدو من هنا وكنبقاو هابطين. باش كنديرو هاد الكوزه هادي كنخليو 7 هنا و7 هنا كنشدو في هادي، هذا هي ديال 15 عندنا 15 كنخليو 7 هنا و7 هنا هي 14 وهاد 15 كنهبطو نيشان عليها باش كتجينا في الوسط. عاود كنطلعو هكا عاوتاني كنخرجو عند ديك 7 اللي حسبنا 7 منا و7 منا
بحال هادي. دائما كنطلعوا من هنا الا كنا غادي نديروا نص كنديروا هنا الحساب فردي، كنديروش مثلا 14 باش كتجينا، خصنا نديرو 15 او 17 باش كتجينا ديك النص كيجي في على وحده بحال هكا، كيجينا مقاد، كيجينا نفس العبار اللي خلينا هنا، نفس العبار اللي خلينا هنايا. صافي كنكملوا نفس الطريقه كما هبطنا من هنايا، غادي نعاود نرجعو حتى لهنايا. ها هي كنبقاو غاديين، صافي بحال هكا. ها دائما التليفون كيهبط ليا ما كنشوفوش. ها هو نجيب شي ما كنشبر لكم هذاك، غادي نشوف بيه لكم دابا هنايا الضريبات. ها هي صافي كنكملوا بحال هاد الطريقه، كنهبطوا بهاد الطريقه هادي اللي هبطنا بها هاد الخط، كنوصلوا حتى لهنا كنعاود نطلعوا. انا غادي نوصلها ونعاود نرجع. ها هو الشكل ديالو، شتي كيفاش جا؟ كيجي رائع وراه ساهل في الخدمه، دغيا كيتخدم ما كياخذش وقت. نتمنى ان شاء الله الشرح ديالي يكون واضح وتكونوا فهمتوا. وقبلوا عليا راني عتكات، انا كنتعلم هادشي التصوير وخا الطرز والخياطه مش حال هادي سنوات وانا كنخيط وكنطرز، ولكن في الحقيقه هادشي التصوير راه عاد تنتعلم باش كيفاش نصور وكيفاش نمونطي باش نوريكم هاد الشكيل، نوريكم ان شاء الله شكيلات وحدين اخرين. عندي بزاف لي موديل دابا نشاركهم معاكم، راهم سيكونوا ساهلين في الخدمه وخفاف. حتى هذا راه واخا كيبان لكم ثقيل راه خفيف، راه ما تياخذش وقت بزاف، راه دغيا كيتخدم. نتمنى ان شاء الله هاد الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وفهمتوه، تخيطوا في جلباتكم ولقفيطناتكم، وما تنساونيش في الدعم والاشتراك والضغط على اللايك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.